وهذه المقابله هذه تنعتذروا اول حاجه تنعتذروا على هذه النتيجه هذه اللي كانت غير مرضيه لا بالنسبه لنا حنا كلاعبين ولا بالنسبه للجماهير ديالنا سيرتي في وسط ارضيه الملعب ديالنا. اليوم كنظن على انه ما دخلناش كونسونطري 100%، يمكن التاهل المبكر هو اللي خلانا اننا نترخاو شيئا ما. غادي نعاود نقول خصنا نساو هذه المباراه هذه ونفكروا في المباراه الجايه ديال اتحاد طنجه اللي مهمه بالنسبه لنا، هي الاهم في البطوله الوطنيه. فرغم اننا يعني تاهلنا مبكرا فما كانش مسموح لنا انه نخسروا بهذه الطريقه هذه. كنعتذروا للجماهير ديالنا وكنقول لهم من هذا المنبر اننا غادي نعوضهم ان شاء الله في البطوله الوطنيه ولا في كارت فينال ان شاء الله. بالنسبه للبطوله المقابله ديال البطوله القادمين شنو كيبان لك؟ واش الحسنيه عندها افاق باش انه توصل للمراتب الاولى؟ البطوله باقي لها 17 ماتش على ما اظن، باقي المسار طويل. غادي نحاولوا نشتغلوا ونجتهدوا ونخدموا على نقاط الضعف ديالنا. فالان نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في كيف قلت في المباراه ديال طنجه اللي مهمه بالنسبه لنا، سيرتو الفريق خصم يعني حتى هو تيتربص في يعني في الاخر اخر ترتيب ديالو حتى هو وعنده مشاكل. اليوم ما دارناش بشكل جيد ولكن تنقولوا للجماهير ديالنا اننا ان شاء الله في هذه المقابله ديال اتحاد طنجه غادي نحاولوا ندخلوا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، سيرتو الفوز في ارضيه الملعب ديالنا اللي غادي تخلينا نسلقوا في سبورة الترتيب ونشرفوا هذه المدينه هذه اللي صراحه ما تيستاهلوش نكونوا في هذه الرتبه هذه اللي احنا فيها دابا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.